إذا لم يقبل في مثلا طالب في كلية الهندسة جميل. ولم يأتي بشروط كلية نعم. الهندسة نعم. الآن لديه تخصصات أقل من كلية الهندسة جميل. مثلا كلية الحاسب الآلي تشترط معدل أقل من كلية الهندسة، ممكن الطالب نعطيه خيار الحاسب الآلي إذا توافق مع شروطه. هنا النقطة، إذا يخير الطالب طبعا طبعا. طب يخير قبل الدخول للجامعة أصلا أو بعد الدخول؟ لا، هو من البداية أصلا مسكن في قسم معين جميل. لكن بعد نتيجة السنوية التحضيرية بعد المضي العام الأول نعم. وبناء على معدل الطالب وشروط أخرى تراها الكليات يعطى الفرصة لاختيار تخصص آخر، سواء أفضل من التخصص الذي كان فيه إذا كان أتى بمعدل أفضل نعم. أو أقل من التخصص الذي قبل فيه أصلا إذا كان أتى بمعدل أقل.